في قرش هنا في دهب، كل دراع الست اهو بيجروا بيها في تيران دهب، كل دراع الست. كابوس صحيت علي سيدة بعد ما كانت رايحة تصيف مع جوزها، ايه اللي حصل لها وايه العاهة المستديمة اللي هتفضل معاها العمر كله بسبب الواقعة دي؟ تابعونا. ولا زالت سلسلة هجوم القروش على الزوار مستمرة في مشاهد صعبة ومؤثرة. صحينا تاني على قصة جديدة مؤلمة لسيدة بتتعرض لهجوم من قرش، خليها وخلينا في كابوس بسبب اللي حصل لها. من ساعات اتفاجئت جماهير مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مؤسف عن تعرض سيدة لهجوم من قرش أثناء تواجدها على أحد شواطئ دهب، وللأسف الهجوم ده سبب لها مشكلة هتفضل معاها العمر كله. السيدة دي اسمها زينب أحمد محمد عبد القادر، عندها 34 سنة ومن اسكندرية، كانت رايحة تصيف مع جوزها في مدينة دهب، وكانت في قرية تيران السياحية المطلة على اللاجونة في دهب، وإذ بها تفاجأ وهي على الشاطئ إن في قرش مفترس بيهجم عليها. بالتأكيد ما قدرتش تهرب منه أو تقاومه، فبكل أسف اتمكن منها وأكل دراعها الأيسر بالكامل، لتتحول أجازة السيدة زينب لكابوس بسبب المشكلة الصحية اللي سببها لها القرش واللي هتفضل ملازماها العمر كله. تم نقلها على الفور لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العناية الطبية اللازمة. في قرش هنا في دهب، طبعا انا كنت شايفها من الصبح بس كنت مفكره سمكه تونه عنيده، كل دراع الست اهو بيجروا بيها في تيران دهب، كل دراع الست. وطبعا من الصبح بيهاجم، وطلع الامن لما انا قلت لهم قالوا لي لا ده على فكره سمكه تونه عنيده مش قرش. طبعا طلع قرش في تيرانه في دهب، وهو كان هنا في على الشط، حرفيا كان على الشط. واكدت الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه ان تم اتخاذ قرار بغلق الشاطئ في دهب، وده بعد تعرض السيده زينب للاصابه بهجوم من سمكه قرش، وده بعد التنسيق مع محافظه جنوب سيناء. واجهت الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه فورا فريق عمل المحميات الطبيعيه بجنوب سيناء بتشكيل لجنه عاجله لتقييم الموقف والوقوف على اسباب هجوم سمكه القرش وتمشيط الشاطئ. وضحت دكتورة ياسمين أن بمتابعة حالة السيدة اللي تمت مهاجمتها من قبل قرش ذهب، وأفادت الجهات الطبية باستقرار حالتها الصحية وأنه تم عمل كافة الإسعافات الفورية ليها وبيتم متابعة حالتها الصحية أول بأول. كمان حاليا خفر السواحل بيقوم بعملية تمشيط كبيرة للسواحل، ومجرد ما نشر شهود عيان الوقع على السوشيال ميديا تفاعل معها عدد كبير، والكل أبدى استياءه من الوقعة لأنها مش أول مرة تحصل، وبكل أسف دي مش الوقعة الأولى من نوعها، لأن لسه في شهر يونيو اللي فات حصلت وقعة مشابهة في الغردقة، والتهم قرش سائح روسي وقسم جسمه لنصفين وتسبب في وفاته، وكانت الوقعة دي الأشهر وقتها بسبب الفيديو المروع اللي انتشر لهذا الشاب. وبدأت تحصل حالة من القلق في جروبات مدينة دهب، وبدأ الناس اللي حاجزين أجازة هناك يسألوا نروح ولا ما نروحش. ففي حد سأل طب أنا حاجزة في تيرانا تاني أسبوع من شهر 10، كده الفسحة باظت ولا إيه؟ فكانت الكومنتات بتوضح كالآتي: دهب ما اتقفلتش لكن شاطئ لاجونا مقفول وبيعملوا تمشيط للشواطئ. وحد تاني قال شواطئ دهب الآن عموما غير آمنة لحد ما شرطة المسطحات والبيئة تعلن عكس ذلك. ربنا يصبر السيدة زينب ويشفيها شفاء عاجلا. قولوا لنا شايفين امتى هتتوقف حوادث هجوم القرش في بلد